مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وعلى أصحابه السعداء أولي الهدى والتقى والمجد والكرام ومن تكون لرسول الله نصرته عند القول أسد في أجامها تجيب ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليتي حل مع الأشبال في أجام كم جد يا بالله.